الخبر هو اللي عدى عن نور ستار وخروجها من المستشفى مثل المرة الثانية على نارين بيوتي. نور ستار نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات اللي جات تقول بها انه هي حاليا بخير وصحة وطلعت من المستشفى، فكل اللي صار بها هو عبارة عن انهيار عصبي، وصارت تقول انه باليوتيوب عادي واحد يبوق افكار من الثاني، وان الفكرة اللي سوتها هي نفس فكرة نارين بيوتي اللي جات ناوي تسويها، يعني مو شيء غلط كبير. اعطيكم الستوريات شوفوها. صباح الخير، كيفكم؟ اول شيء جايز انا اسفة على امبارح، انتم ما بتستاهلوا تشوفوا المنظر اللي شفتوني فيه امبارح، بس امبارح كانت يعني خلص ما قدرت. بتعرفوا على الستوري كنت عم قلكم انه صار لي فترة عم مر بشي وكان له علاقة بهالقصص، بس ما بدي احكي عن الموضوع لانه خلص اعطيته اكبر من حجمه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا جبل ما يهزك، يا جبل عن جد ما يهزك ريح. وانا مثل ما بتعرفوني نور القوية، انا بخير، انا بالبيت هلا، واداء النجاح كتير مثل ما بتعرفوا، فالقافلة تسير تنبح. فمبارح جايز انا بس بعصب كتير، بيصير معي انهيار، بحس هذا الشيء بيصير مع كتير عالم، فهذا اللي صار، ما في شيء، لا تخافوا انا بخير والقادم اعظم ان شاء الله. جاهزة حالكم. شغلة مهمة، الرزق من الله والنجاح من الله والتوفيق من الله، مكروا مكرا والله خير الماكرين، هدول أشياء من رب العالمين مثل الهواء والمي، لو شو ما حفرتوا وعملتوا ولو قطعتوا فيهم مرة واثنين إلا ما رب العالمين، كما تدين تدان. هاي شغلة. وشغلة اليوتيوب وأفكاره، ما في حدا بيملك فكرة، أفكار الكل مأخوذة من ناس تانية، ما في حدا، كل فكرة معمولة من قبل، يا أما باليوتيوب الأجنبي أو باليوتيوب الهولندي أو باليوتيوب الفرنسي أو حتى باليوتيوب العربي، فما في فكرة بيملكها حدا، بس هي شغلة فكرة اليوتيوب انعملت لأنه بدهم يضربوا نور بطريقة معينة. المهم جايز، الله كبير، قادم أعظم، ودبي مدينة الكل، فهالمدينة مش ملك حدا، وقد ما حاولوا يؤذوا ما حيوصلوا لشي. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو طارق الباش ومملكة القصص والفيديو كليب بالنار اللي نزلكم مبارحة اللي كان بعنوان التابوت. بالنسبة اللي عم يسمعوا الكليب بحطكم اياه رابط بالوصف، روحوا اسمعوا الكليب، وبالنسبة اللي سمعوه يكتبون تقييمهم لهم بالكومنتات. طبعا ضل بسيط يا حبايب، الكليب باقي لآخر يوم ممكن يدخل الترند، فأتمنى أحطكم اياه رابط بالوصف، فجروا الكومنتات ونوصل 100,000 كومنت عمود يدخل الترند. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو محمد جواني، فجواني نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كان يعلن من خلالها انه راح ينزل مقطع ويشرح شو صار وياه وين هو حاليا، هل بيسانشو برا السجن الموضوع مالته او لا، عليكم راح تكون كل هذه الستوريات شوفوها. الساعه 3:30 لتفهموا كل شيء وتعرفوا وين صرت وكيف اجتمعت مع الحبايب. معقول جواني اجتمعت مع مريم؟ معقول جواني اجتمعت مع حدا؟ اوكي يا جماعه كل شيء بكره، ليش جواني ما تخبرنا هلا؟ لانه يا جماعه لما عم خبركم على ستوري انا ما عم شوفكم متحمسين لفيديو بكره، ما عم تدعموا باللايكات، منشان هيك كونوا جاهزين بكره، فعلوا الجرس بقناتي، بحبكم والله يسعدكم. الخبر الثالث اللي عدنا عشان راي المشاهير مشكلة نارين بيوتي ويا نور ستار، فهو من المشاهير اللي حكوا لي منهم احمد ابو الرب اللي حطيت لكم بالمقطع السابق، روحوا شوفوه عمد حابين يعرفون رايه، اما بالنسبه لهم لو رايه فنزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات بدا يتمسخر على الاثنين نوعا ما، شويه انطى رايه راح احط لكم ستوري حابين يشوفها. يلا الحمد لله خلصت سلسلتي واجي لانام معلم يا رب. قوم شوف مشكلة نارين ونور ستارز مع بعض. يا رب الرزق باشا، ما بعرف شو صاير صراحة بين أكثر بنتين يعني أنا بحبهم. أوكي فالحمد لله خلصت أنا هلا عطلتي، إن شاء الله بتقوم تقوم الدنيا، أنا ما دخلني تصطف. رسالة لكل رفقات اليوتيوبر يلي بيهتموا بالترندات والقصص، معوا أخواتي لعلكم شغلة، القصة فيها نسوين تمام، مشكلة بين حيايا تنتين، ديروا بالكم حدا يتدخل، بشرف إلينا تفوقكم تطلعوا ببلاش. بس عن جد الله يطفيها بنوره، أنا ما أسمع. شفتوني لما بدي أجي أتفلسف؟ آخ إني صار تحكني بدون سبب. تصلح معي حق ولا لا؟ أصلح تصلح هيك هيك معلم، بتطلع من المود اللي عم تاكل حمص ولبن ولازم منه، ما حدا يعمل فتنه، صالحه. لانه عزيزي المتابع مشكله بيننا سوين تنتين، اوكي حتى لو هن مفسروا لك المشكله انت ما راح تفهمها، لانه هيك هيك هن هيك تمام، راح حطوا الحق عليك اوعى.
ما بالكم ما تابعت عم تابع الاحداث وعم حدث الصفحه لشوف ستوريات هاي وفلان هيك شو عم يحكوا وما فهمت شيء. الشنبي قاعد هيك يا الله دخيلك شان كل شيء. بس شو بدكم بالحكي؟ انا لما بشوف بنت عم تبكي دغري دغري ابدا مشاعري زباله معلم دغري بتعاطف ودغري فلايك رايح انام والله. المشكلة انه التنتين عم يبكوا فهمتوا كيف يعني التنتين ايش باشا فايت متاهة انا ما بقدر اعمل شيء انقذوني. طبعا بالنسبة للأسف نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات وبهذا الستوريات واضحة انه هي شوية جات من حزن نور ستار وصارت تطريها بالموضوع وبنفس الوقت صارت تقول بعد ثلاثهم يدخلوني على بنفس المجال وين المشكلة ما حد رح يقدر يزق الثاني. جماعة شو صاير المسيجات من المتابعين أسو احكي لنا أسو انت تعرفيهم شنو الموضوع والمشكلة انا حالة من حالكم مو عارفة اي شيء. حبيت اوصل لكم حبايبي من حفر حفرة لأخي وقع فيها والارزاق على الله فلا بالكم احد راح ياخذ رزق الثاني. وبس والله وصلت المقطع حبايب اتمنى تقدرون تتابعوا تحطون زر لايك وتشتركوا بالقناة وان شاء الله حيجيكم مقطع ثالث الساعة 11 ففعلوا الجرس وتشتركوا بالقناة وشاركوا فيديو اخر من القصص وبس مع السلامة.